يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الجمعة هل تجعل الآيات التي تقرأ فيها بنفس موضوع الخطبة؟ لا، لا ما تجعل، ما يربط بين القراءة في الصلاة والخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة أحيانا بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يسبح والغاشية. وأما الخطبة فكل خطبة لها مناسبة ولها، فلا يربط بين هذا وهذا. نعم.